في داخل كل امرأة سعودية طاقات كامنة من المواهب التي تؤهلها لبلوغ درجة المبدعات. فالعالمة في شتى العلوم والشاعرة المجيدة والمعلمة الفعالة والداعية المؤثرة وغيرهن الكثير يستطعن أن يبدعن ويكن أمهات ماهرات في ذات الوقت. وقد برعت في العصور الإسلامية الكثير من النساء المسلمات، على رأسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في علم الحديث والفقه، وأم العلاء الأنصارية في التمريض، وزينب من بني أود في طب العيون، وأم الحسن الطنجال كانت تجود القرآن وتنظم الشعر. فتنقلت المرأة في عصور الإسلام ما بين الزوجة العالمة والأم الأديبة والطبيبة الشريفة، وكل ذلك وهي تتدثر بدثار الإسلام وتتحلى بأخلاقه وآدابه. وستظل المرأة بما تملكه من مواهب وقدرات منبعا عذبا للإبداع والتألق والإنجاز، وتحقق ما حققناه سلفها من التفوق والنجاح والفرادة فيما تتعلمه وتعمل به. والحياة بتنوعها وتعدد مجالاتها مجال رحب لإبداع المرأة واستيعاب مواهبها وطاقاتها. ولقد برزت الكثير من المواهب الفريدة للفتيات السعوديات في عدد من المجالات الشرعية والطبية والعلوم التجريبية والتقنية والتصميم والرسم والكتابة والتأليف وغير ذلك. لم يمنعهن حياؤهن وحشمتهن والتزامهن من الإبداع والتميز، بل كان رافدا مهما من روافد الجدية والإنجاز والعطاء. ومن أهم العوائق التي تواجهها الفتيات الموهوبات بعامة تلك التعليقات السلبية، فقد خلصت نتائج دراسة ديكنس إلى أن تعليقات الوالدين السلبية متجذرة في البناء النفسي للفتيات الموهوبات حتى بعد مفارقتهن لمنزل آبائهن. وتواجه بعض النساء السعوديات الموهوبات تجاهلا إعلاميا بسبب محافظتهن على حجابهن وتمسكهن بحشمتهن وحيائهن مع ما قدمنه من إنجاز يستحق الاحتفاء والإبراز.